سعيود لاعب ممتاز، لاعب مهاري، ما يخفاش عليكم يرجع من إصابة. الفريق الوطني محتاج لكل لاعبين، ربما سعيود اللي ما لعبش في المقابلة الأولى، ربما السعيود هو اللي راح يجيبك الكأس في المقابلة الأخيرة. عندما تروح تلعب بطولة لازم توظف كل، ما تستطيعش توظف كاع اللاعبين في مقابلة، عندك 11 وعندك الاحتياطيين. لاعب سعيود مهاري، واحد ما يخفاه يقول باللي لاعب سعيود ماشي لاعب مهاري، لكن أظن في التشكيلة اللي راه يلعب بها مجيد بوغرة أظن يلعب ببراهمي، ما تستطيعش تلعب في ثلاثة لأن لهم نفس ستايل، نزعة هجومية. نزعة هجومية، كرة القدم مش غير تهاجم، لازم لك عندما ما تكونش عندك الكرة لازم لك لاعبين اللي راح يدافعوا، كامتال بندبكا، كامتال دراوي، كاين لاعبين اللي ما ناش عاطينهم حقهم 100%، وهما راهم يلعبوا يعملوا في عمل جبار، كاللاعب دراوي، كاللاعب بندبكا، كاللاعب شباب الشاب شباب بالوزداد اللي فاجأني بكل صراحة، فاجأني في وسط الميدان. الحمد لله هذا فريق وطني، احنا رانا ضد مع الفريق الوطني، وان شاء الله كما قلت لك سعيود لاعب مهاري ربما هو اللي راح يجلب الكأس في المقابلة الأخيرة ان شاء الله، ولما لا غدا ان شاء الله.